ماشي يا باشمهندس، تمام لو كله تمام يعني. الايه؟ لو كله تمام ماشي، بس برضو ممكن أسجله أفضل بحيث لو في حاجة سقطت في النص يعني. تمام. الناس تعمل سريع نكمل للاخر طيب احنا ايه بقى، مش كله بيرد ما بتردش الصوت كلها بيقطع بس يا باشمهندس، دلوقتي يا مش شباب. ما هو انا متوقع حاجه زي كده. تمام طيب احنا كنا وقفنا فين؟ تمام دلوقتي احنا كنا ايميل. تمام طيب عايز اعمل في حاجه اسمها فيكتورايزيشن. ايه يعني ايه كلمه فيكتورايزيشن اصلا؟ للماتريكس، معناها ان انا اسويه هو في التاني. تمام فهي بسرعه انا عندي في كونسبت اسمه الايه، الفيكتورايزيشن او بين، معناها ايه؟ ان انا هيبقى عندي مصفوفه اكس هحولها واي، مصفوفه اكس ديت مثلا ثلاثة في ثلاثة أو مثلا أي ثلاثة هو الصوت بس يا باشمهندس بيقطع شويتين تقريبا جامد. الصورة. طيب دلوقتي ايه، ما ممكن انا ما اتحرقتش لا قوي. دلوقتي تمام، دلوقتي تمام، دلوقتي طيب دلوقتي انا بقول لك، دلوقتي انا عندي في المفروض مصفوفه 3 في 2، عايز اعمل لها ريشيبنج اخليها 2 في 3، هل ده شيء فاليد ولا ما ممكن ما اعرفش اعمله ولا ايه؟ ممكن تعملها ريسايزنج. تمام هعمل ايه؟ هعمل اللي هي ريشيب. طب لو انا عايز مثلا احول 3 في 2 ديت احولها ل 5 في 3، اي حاجه ينفع اعمل 5 في 3؟ لا إلا لو أحط زيروز بقى. ده ايه ده؟ قصه تانية بقى. ده ديت اسمها ايه؟ ديت ريسايزنج. تمام ان انا هعمل تمام عمليه ايه اللي احنا اخدناها في السيجنال السنه اللي فاتت. تمام طيب دلوقتي ايه، تمام انا في اكتر من نوع، ده احنا برضه هنشوفه ممكن مثلا خلال محاضرتين ثلاثه بحسب الايه الدكتور هتمشي ازاي يعني، بس اكيد هتتكلم ايه على الجزء ده. انا عندي في اكتر من طريقه انا ممكن اعمل بيها عمليه ايه، عمليه الاب سكيلينج او الداون سكيلينج يعني. تمام طيب دلوقتي انا اهم حاجه ان انا عدد البيكسلز هنا تبقى زي هي عدد البيكسلز اللي هنا فقط لا غير، ده هي ده ايه ده الفكره بتاعت الريشيمنج. تمام طيب انا عندي في سبيشال كيس اللي هي الفيكتورايزيشن، انا ايه عايز اخلي فيكتور، ما هو الفيكتور ما هو الا ماتريكس ولكن هي ايه يعني عندها 1 دايمنشن. تمام فانا الناتج بتاعي بايه، 6 في 1 مثلا او 1 في 6، هو ده ايه، هو ده الفيكتورايزيشن. تمام في مشاكل الناس اللي اشتغلت مثلا ممكن اي اي او كده ممكن تبقى ايه، بتلاقي ان في التعامل مع الصور بحتاج ان انا ايه ما ادخلش الصوره يعني بالمنظر ده، بحتاج ان انا اجيب البيكسلز تبقى يعني عباره عن 1 كولمز، ويبقى بعد بدخلها ايه على الـ يعني بمسك كل بيكسل وبدخلها ايه على النيورال نتورك بتاعتي. تمام فيعني ده ايه، ده كونسبت خاص بالريشيمنج في الفيجرز ديت اللي هي ملهاش لازمه. فانا عندي فانكشن في الماتلاب برضو اسمها ريشيب بتتعامل مع الماتريسيز، مع اي ماتريكس يعني، بديها الصوره وبقول لها انا عايز ايه، عايز الفاليوز بتاعتي او عايز الدايمنشن الجديده تبقى عامله ازاي، الابعاد الجديده عامله ازاي. تمام فانا عايز دلوقتي هبدا اتكلم. تاني اسمه ايه يا صلاح؟ function reshape دي بتعمل ايه؟ تشتغل بال neural network ولا؟ لا 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 خالص، انا بقولك انت ممكن تحتاج تعمل عمليه ريشيمنج او تعمل عمليه فيكتورايزيشن في الجزء بتاع النيورال نتورك. تمام ان انا ما بدخلش انا يعني ماتريكس، انا بدخل هو فيكتور عباره عن الفيتشرز بتاعتي، الفيتشرز بتاعتي هي ايه، هي عباره عن الفاليوز بتاعت البيكسلز. تمام تمام فيعني هي ان جنرال عمليه الريشيبنج انها هي ايه،
بتاخد الصوره بتاعتي او تاخد الماتريكس بتاعتي وتحولها لاي ماتريكس تانية بابعاد ايه بنفس الفاليوز، ولكن بابعاد او مش بنفس بنفس عدد البيكسلز يعني، او بنفس عدد الفاليوز. تمام، لو هي مثلا الصوره ديت فيها 100 بيكسل، الاوتبوت بتاعي هيبقى برضو عباره عن ايه، عباره عن 100 فاليو. تمام، فهنا انا عندي مثلا صوره اهي، مثلا لو احنا بنتكلم على يعني نرجع تاني للوايت بورد، عندي صوره هي مثلا صوره ار جي بي. تمام، صوره 2 في 2 يبقى انا عدد البيكسلز بتاعتي بتساوي كام في الصوره ديت؟ عدد البيكسلز بتاعتي بتساوي 4. طيب عدد الفاليوز اللي عندي هي 4 في 3 اللي هي ايه؟ بتساوي 12. يبقى انا ممكن احول الايمج ديت اللي هي 3 دايمنشن احولها ليه فيكتور. تمام، هو ليه صف واحد او عمود واحد 12 في 1 او 1 في 12. هي ديت ايه؟ هي دي الفكره ببساطه، ايه بتاعت الفيكتور يعني، مش حاجه صعبه. تمام، فيكون انا عامل ايه؟ بجيب السايز بتاعي اللي هو ال 12 وبقول انا عايز ايه؟ اخلي عادي طبعا كولم فيكتور، وبدخلها طبعا ايه؟ الايمج اللي انا عايز اعملها ايه؟ اللي انا عايز اعملها ريشيبنج. تمام؟ طيب فده الجزء بتاع الايمج ريشيب او الايمج فيكتورايزيشن. عندك انت في برضو عندك حاجه دلوقتي، انا ممكن يعني يبقى عندي صوره كالرد ممكن احولها لايه؟ لصوره ابيض واسود. تمام؟ او يعني اقراها كابيض واسود، ده ممكن اعمله زي يا شباب. حد عنده تخيل؟ حولها من يوني من اللي هو ان سايند يونت ان سايند انتجر 8 ل. طيب تعال نجرب اللي انت تقوله ده، تعال نجرب انت تقوله ده، بس هنقسم الاول على 55. هنقسم كل إيه؟ هنقسم كل فاليو في اليونت 8. طيب قول 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 انت عايز تعمل، قول عايز تعمل يوسف، قول له اكتب ايه. لا ما مش عايز، عندي الايمج. ايوه طيب احنا عندنا الايمج اصلا هي عباره عن ايه؟ فين الايمج؟ الاي ام جي ده من النوع من نوع ايه؟ انتاين انتريستون. تمام، انت عشان عايز تحولها لي دبل، انا كده قلت لك هنا مثلا دبل، اهو مثلا سي دبل لي الان لي الايمج. حد متخيل اللاتك هيبقى عامل ازاي؟ ابيض واسود. لا انا بتكلم كفاليوز يعني كده، ده دي مصفوفه الدبل، دي ممكن استخدم اي حاجه صوره حيد. للاسف يعني هقول لك لا، هيطلع نفس الفاليوز بتاعت ايه؟ بتاعت الانساين انتجر 8. تمام، لكن دلوقتي انا صوره حيد يعني دلوقتي لو حبيت ارسمها لو حبيت ارسمها حد يقول لي ممكن تبقى عامله ازاي؟ يبقى لونها ابيض. لا ابيض، لونها ابيض بس. ما ده انا بقوله هقسمها بقى على 255. يعني انت اهو عايز الدبل ديت تقسمها على 255. لا مثلا. تمام كلامك مظبوط. وايه وايه نرسمها دلوقتي يعني كده الفاليوز بتاعتي كده ايه هتبقى المفروض ان هي ايه تديني الصوره مظبوطه لحد ما. اها تمام، واحنا اصلا كنا خزناها في متغير ولا لا؟ ده في الانسر يعني اي ام شو انسر للانسر. تمام، هنا المفروض تطلع معايا ايه بقى المفروض الصوره ديت؟ ابيض واسود في جراي و يؤسفني اقول لك لا، حد يقول لي بقى عشان هي لسه 3 دايمنشن. هي 3 دايمنشن بالظبط. تمام، ممكن نجيب ال يعني نجمع الثلاثه ونجمع الثلاث فاليوز ونقسمهم ونخليها ما بين 0 و 1 في دايمنشن واحد. هو النت عندي فصل ولا ايه؟ احنا سامعينك يا يوسف. تمام، هنجيب الصم يا باشمهندس لكل في فانكشن احنا اوريدي يعني هنجيب الصم لكل بيكسل هنجيب المجموع بتاع الثلاثه بيتس اللي في كل بيكسل او الثلاث قيم بتوع الار والجي والبي في كل بيكسل ونقسم على ثلاثه فنجيب الافريج، يبقى كده وصلنا لقيمه من 0 ل 55. طيب هقول لكم على حاجه مبدئيا دلوقتي، انا عندي صوره ار جي بي. تمام، انا عايز احولها ايه؟ عايز احولها لجري. تمام، او ممكن بعد ما احول لجري ممكن احول لايه؟ لبلاك اند وايت.
تمام؟ يعني انا مبدئيا عشان احول صوره من ار جي بي ل بلاك اند وايت لازم امر ايه بالمرحله بتاعت ايه بتاعت الجري. تمام. طيب هنا هنشوف الفانكشن نفسها. هنا بتقول لك ايه هنا هنا بنحولها لبلاك اند وايت مش ايه مش جري يعني. بنحولها لبلاك اند وايت ده المفروض هي تبقى صوره كلها ايه. طيب لحظه يا شباب بس في تليفون مير معلش. عذرا شباب عذرا دلوقتي شباب احنا عايزين نحول الصوره من الكالر دي تبقى صوره ايه تبقى صوره جري. فقال لك انا عندي فيه فانكشن كده تمام هي اللي بتعمل الكلام ده. القصه الافريج ديت فكره حلوه تمام ان انت تعمل ايه هتعمل سكيلنج لكل بيكسل. في كان في حد قال مين قال هعمل افريج نعمل افريج للفاليوز بتاعتي. احمد تمام طروش كويسه يعني فكره كويسه. دلوقتي انا عندي مثلا سي مثلا البيكسل بتاعتي عباره عن مثلا ايه يعني 12 و13 و4 او مثلا 225 اي حاجه 250 اي فاليوز. فانت عشان ايه انا عايز اجيب ايه عايز اجيب فاليو واحده تعبر عن البيكسل ديت بدل ما انا عندي واحده للريد واحده للجرين واحده بلو. انا عايز اتكلم عن ايه على الاضاءه بتاعتي او البرايتنس بتاعتي. فانا ممكن اعمل فعلا ايه هعمل 12 زائد ال 13 زائد ال 250 واقسم ايه واقسم على الثلاثه تمام. ديت يعني ده كتفكير كتفكير ايه تفكير سليم. فمعنى كده انا ايه بضرب الريد ده في سكيل اللي هو ايه تولت تولت ار بلس تولت جرين بلس ايه التولت بتاع ايه بتاع البلو. تمام ده اللي انت قلته بالظبط. قالك لا اللي بيتم بيبقى حاجه ثانيه تمام ان احنا ايه بيبقى عندي يعني 0.3 ار بلس 0.59 جرين بلس 0.11 بلو. تمام ديت ايه ديت النسب الايه اللي لقوها بتوضح او بت ايه بت يعني بت بتجيب لي البرايتنس بشكل مظبوط. تمام فهي نفس الكونسبت تقريبا ان انت ايه بتنسب ايه بتنسب الفاليوز ديت. تمام ده الكود ده لما جينا مثلا ايه معرفش هو هنا الكود انا كنت عامله فين بالظبط واكيد نعمله تحت هنا اهو تمام هو ده. تمام ان انا هنا ايه هعمل 0.3 في هنا بعمل ايه هنا واحد يبقى هنا ده الريد زائد 0.59 هنا اتنين يبقى هنا ده الجرين و0.11 ده ايه ده للبلو. تمام نفس الكيفيه همسك كل همر على كل بيكسل زي ما قلت لكم ايه همشي فور لوبس. تمام الفور لوب ديت طبعا الجي اللي انا بتكلم على يعني الحركه اللي هي من فوق لتحت. طبعا الكلام ده المفروض انتوا خلاص فاميليار بيه ان احنا ازاي بنشتغل مع التو دايمنشنال ماتريكس ده بقى شغل ايه شغل حاسبات هنا. وعندي فور ثانيه اللي هي هتجيب لي الـ 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 الروز. تمام وهنا ايه هنا همشي على كل ايه على كل بيكسل وهغير القيمه بتاعتها. تمام فانا عندي هنا الفور ديت للكولمز ديت فور بتاعت الروز وهنا بمشي ايه بمشي على كل بيكسل واجيب ايه واجيب قيمه جديده ليه هي. تمام في مشكله في الكلام ده وتقدر برضو تجربوا برضو الفكره بتاعت ايه بتاعت ان احنا يعني نضرب زي ما شفنا ايه مثلا في تولت بدل ما هنا يبقى عندي الويتس ديت لا اضرب ايه اضرب في تولت وتشوفوا ايه الصوره بتاعتي تبقى عامله ازاي. هتلاقوا ايه هتلاقوا برضو يعني حاجه مشابهه بنسبه كبيره يعني. تمام فهنا اهيت هنا ال هنا عشان احول ايه احول للجري. طيب دلوقتي ان انا حولت الجري ممكن احول ل بلاك اند وايت ولا لا؟ باشمهندس مش المفروض اقسم على 255 عشان تبقى من صفر لواحد؟ طيب هو هنا احنا في الكود ده بص انت ممكن تتحرك براحتك عادي يعني ممكن ايه بس اهم حاجه تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. هنا مثلا فين بس نجيب لك الكود نشوف احنا ماشيين ازاي. ادي مش كده الدنيا تاهت مني لا مش ده هو فوق تقريبا بقى اهو اهو ده
ده الفانكشن احنا بنتكلم عليها اللي هي الايمج تو جري. تمام، انا دلوقتي الايمج ديت احنا حولناها اصلا لدبل، ماشي، الايمج ديت حولناها ايه، حولناها لدبل. تمام، فانا عندي الفاليوز ستيل زي ما هي، ماشي، وكل انا هعمله ايه ان انا الفاليوز ديت انا فهمتك انت عايز تقسم على تمام. طب ما تيجي كده نجرب، تعالى كده ناخد الفانكشن ديت ونجربها، تعالى كده برضه ايه لو حدها كده ايه احنا مع بعضين دي هنا اهو. تمام، هنا عملنا ران للسكشن، طبعا هنا هيقول لي هنا ايه هانت لاين 2 الايمج الاندكس بوزيشن 1 از انفاليد اري. تمام، الايمج تقريبا مش متعرفه هو الايه، لا ما هي الايمج الايمج المفروض عندي هنا دي الايمج موجوده عندي هنا، فالمفروض ان هو ايه ماشي ان هو شايفها. طيب هو هنا بيقول لي هنا الدايمنشنز مش مظبوطه، هنا ال 4G من 1 اصلا. طيب ناخد هنا اصلا سايز ايمج، طيب ده ايه ده بقى، هو غالبا كده احنا تمام احنا عاملين متغير يا شباب اسمه سايز. تمام، هو ده الايه، هو ده اللي عامل لي الحوار ده، ان انا عندي هو مش عارف انا بنادي على المتغير ولا بنادي على الفانكشن اللي هي موجوده، فكل اللي هعمله ايه هعمل ديليت ليه وخلاص كده. تمام، تمام، فهنا ايه عمل الران بالشكل ايه بالشكل السليم. دلوقتي انا عندي هنا ايه الايمج دبل، لو جينا نفتحها دلوقتي طبعا هو ادي الايمج دبل، ويرز الايمج دبل هي راحت فيه خلاص كده تقريبا الواحد يعني بدا يفصل اهيت. تمام، طبعا الفاليوز اللي فيها هتبقى ايه، طبعا مش هيعرضها عشان الفاليوز فيها كتيره، ولكن يعني احنا ايه عارفين ان انا دلوقتي لو جيت مثلا قلت الايمج دبل لاي يعني فاليو الاقي ايه هنا واحد وواحد مثلا الاقي ايه قيم ايه يعني بقت ايه بقت اصفر واصفر وحيني. تمام، من صفر لواحد يعني. طيب هنا الايمج الايمج واحد واحد، طيب طيب مش معنى هنا بس هو يعني كسر يعني مش الايه، ما انا معاك دلوقتي بفكر دلوقتي عندي المفروض هنا الايمج برضه نفس القصه يعني هو المفروض اصلا عندي الايمج ده متغير عامل ازاي. طيب يعني احنا متغير كتير دلوقتي عارف، فممكن يبقى ايه في مشكله، بس انا عندي الايمج ده المفروض ان هو 640 في 606 في 3 يعني عندي ده سي دايمنشن. تمام، فانا المفروض هنا ايمج يعني واحد واحد ويبول كده هيجيب لي الثلاثة يعني. طيب انا لو ما بدلوش ال تمام يعني انت اصلا باي ديفولت انت اصلا لو ما بدلتوش البعد الثالث هو بيعرض لك قيمة واحدة اللي هي بتاعت الريد يعني. تمام، طيب الايمج بتاعتنا اصلا هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن unsigned integer 8. تمام، ديت ايه؟ ديت ال تمام. بص شباب دلوقتي احنا عملناش هنا كاستنج، ما انا بقول لك انت الكود ده انا عامله يعني من يوم السكشن يعني بقى له فترة يعني. فالاي ام تو دبل ده فانكشن اوريدي انا عاملها، هي اللي بتعمل عمليه ايه اللي بتقسم عمليه 55. تمام، فتعالوا نشوف كده الاي ام تو دبل ديت، هو برضه يا شباب معلش هو الاي ام تو دبل هي اصلا بيلت ام فانكشن موجوده في الماتلاب. الاي ام تو دبل يعني لو جينا نعمل مثلا ايه يعني هي بس هي بيلت ام فانكشن موجوده في الماتلاب، انت ممكن تستخدمها فعلا او ممكن تعمل القصه ديت، ممكن انت تبني الفانكشن ديت بايه بنفسك عن طريق انك تقسم على 255. تعالوا نجربها دلوقتي، تعالوا نبلت ان فانكشن بتعمل الكلام ده. مبدئيا هات الفانكشن بكتبها ازاي يا شباب، دي اخر حاجه هنعملها النهارده، ان احنا ايه نحول الصوره بتاعتي صوره من الار جي بي الى ايه الى الصوره بتاعتي بتاعت الجرين. تمام، انا عايز اعمل فانكشن اكتبها ازاي، السنتكس بتاعها اكتب ازاي، فاهم بس ايه كفايه انتوا يعني فصلتوا
طب دي اخر حاجه هنعملها اللي هي حوار ان احنا نحول الايمج بتاعتي من الانسن انتجر النوع الدبل. تمام. تمام. طيب ايه عايز اكتب فانكشن اكتبها ازاي؟ مبدئيا اكتب فانكشن مش ممكن نعمل او مبدئيا ايه خلاص ايه تعالوا ايه احنا الايه مش ممكن نعمل كاستنج خلاص هتعمل كاستنج على طول. هي الكاستنج على الكاستنج وتقسم على 255 اه تمام. دي القصه كلها تمام. بس انا دلوقتي بتكلم ايه انا حابب اعمل فانكشن في الماتلاب الناس تبقى عارفه هي بتعمل ايه. فالفانكشن بكتبها ازاي؟ هنادي عليها الاول وبترجع لي ايه؟ بترجع لي الصوره او انا دلوقتي انا الفانكشن بترجع لي الصوره فانا ايه يعني هيريسيف الاوتبوت في ايمج. الفانكشن هسميها زي مثلا يعني الاي ام مثلا اي ام بلاش نسميه ايمج يا باشمهندس عشان ما يعملش اوفر رايت على الـ هنا مثلا تو الاوتبوت بتاعي او مش عندها النيجاتيف اليو بتاعتي اسم الفانكشن وده ايه الانبوت ايه الصوت بيقطع بس والشاشه بتقطع كل كده ولا تقريبا. طيب احنا خلاص احنا يعني هم دقيقتين يعني حرفيا يعني ايه اه لا هم دقيقتين مش هنطول تمام. فالمفروض يا شباب ده ايه ده السنتكس بتاعي وبعد كده بعمل ايه الاند اللي عندي. طبعا انا علشان يعني يعني اعمل ام فايل واقدر اناديه في اي حته لازم يبقى الفانكشن ايه يعني تبقى موجوده بالمنظر ده تبقى هي موجوده ايه في السطر الايه السطر الاولاني بس يعني. تمام. وبعد كده ايه بكتب ايه بكتب الكود بتاعي ام توين. بس اهم حاجه لما اجي اسيف لازم اسيف الايه اسيف الفايل ده باسم ايه مش باسم انتايتلد 2 دلوقتي لا هسميه بالاسم الفانكشن. تمام. واخزن الفانكشن ديت او الام فايل ده اخزنه جنب الكود اللي انا عايز استخدم فيه الفانكشن. حد ترجم صلاح قوي يتكلم. احنا بنعمل لايبرري يعني وبنعمل لها بالظبط بالظبط بالظبط. تمام. او لو انا عايز الفانكشن بتاعتي اعمل لها يعني يعني اكريت الفانكشن ديت في الكود بتاعي بكريته في الباتش ده بكريته تحت خالص. تمام. في اخر الكود بتاعي بحط ايه بحط الفانكشن بتاعتي. تمام. طيب فانا دلوقتي انا عندي الايمج بتاعي هو عباره عن ايه عباره عن ايمج. الايمج ديت هي جايه لي زي ما النور احنا قلنا عليه اللي هو ايه unsigned integer 8. تمام. فانا دلوقتي احول الايه الايمج ديت للنوع دبل فالناتج بتاعي هيبقى دبل ولكن ستيل بنفس ايه بنفس القيم اللي فيه. تمام. يعني مثلا لو انا عندي الصوره كانت فيها مثلا فاليو 5 هتبقى هنا 5 ولكن ايه ولكن يعني من النوع دبل. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه عايز اخلي الفاليوز كلها تبقى ايه تبقى تتراوح من 0 ل 1 فكل انا هعمله ايه هقسم على 255 زي ما ايه زي ما كان يوسف قال يوسف اول اللي كان قال. تمام. فانا كل انا هعمله هنا ايه هعمل ايمج 2 واقسم على ال 255 كده ايه كده انا عملت الفانكشن اللي هي اسمها ايه اي 2 دبل اللي هي بيلت ال الماتلاب اللي هي تمام اللي هي بيلت ان في الماتلاب بتعمل اللي احنا عملناه ده. انت تقدر تتعامل زي ما قلت لك في البدايه خالص تتعامل بالفانكشنز المتاحه الافيلبل او ايه او انت تكريت الايه يعني يور اون فانكشنز يعني او يور اون كودين. تمام. ده اخر حاجه هنقف عليها عشان انا عارف يعني حرفيا فصل وانا فصلت معاك برضه ف كنا وقفنا عشان برضه المره الجايه نكمل على ازاي نكونفرت او الكلر ده ايمج. في اي مشاكل في اللي احنا قلناه يعني كمبدئيا يعني لا شباب. طيب دلوقتي برضه يعني كتص كده سريع الناس تحاول تعملها مع نفسها في البيت يعني وتبعتها لي على هبعت لكم فورم. ده
تمام، تبعت لي فيه ايه، تبعت لي فيه ال يعني الصوره، الصوره عايزك تكريت صوره عباره عن تشيس بورد بالمنظر ده، صوره يعني باللون باللون الاحمر ده، تشيس بورد حمراء وتشيس بورد ايه اللي هي ايه اللي هي السوداء. في مشاكل فيها نعرف نعملها؟ ماتلاب طبعا. الصوره ديت ليها ابعاد 512 في 512 تمام، وانا عندي التشيس بورد 8 في 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 في 8. الناس احد يقول لي يعني ممكن يعرف يعملها ان شاء الله. طيب على خير الله. هبعت لكم الام فايل برضو بحيث ايه ناس تمرن نفسها يعني، ولو حد عنده اي استفسار ايه انا معاكم باذن الله. هو بقى اونلاين ولا مش اونلاين ده ايه ممكن نبقى نتفق مع بعض عليه باذن الله بعدين. تمام، او تعملوا فوت وتشوفوا الدنيا. تمام ماشي يا شباب. مش غير ده مش مهم. السلام. هذا سؤال معاكم مهندس. اتفضل. هو كونسبت يعني ايه بقى الدي بي اي بالنسبه للايمج؟ الدي بي اي اللي هو البر انش، تعالى في حاجه اسمها اللي هي الديسيبل او لا مش ديسيبل اسف، ده الدوت دوت بير انش. تمام، في انت عندك في حاجه اسمها بس العالم، في عندك حاجه اسمها هي الدكتوره اتكلمت عليها ولا اصلا صلاح اتكلمت فيها حاجه اسمها بي بي اي. تمام، في حاجه اسمها دي بي اي. تمام، البي بي اي ديت والدي بي اي دول خاصين ب الريزوليوشن بس بتاعت ايه، بتاعت الـ يعني الحاجه اللي انا هعرض عليها ايه الصوره بتاعتي. تمام، فانا عندي البيكسل بير انش بتكلم عليها هعرض على سكرين. طيب ودي بي اي معناها انا ايه بطبع الايه، بطبع الصوره ديت مثلا على بانر مثلا او على ورقه. فانت لو تيجي تشوف مثلا البرينتر بتاعتك او تشوف مثلا اي مكنه طباعه وكده هتلاقي فيه يعني رقم يعني بيميز البرينتر ديت اللي هو الدي بي اي، بتطبع كام دوت في ايه في الايه في الانش الواحد. ما اعرفش مين محمد محمود جمال، ماشي ماشي ما فيش غياب محمود، ما فيش غياب. تمام، الدي بي اي هي الايه الدوتس بير انش. تمام، فانا دلوقتي انا لو عندي دلوقتي كل ما البي بي اي الدي بي اي تزيد احسن ولا اقل؟ المفروض احسن يعني. ايه طب يا باشمهندس انت عامل شيء سكرين ولا حاجه؟ اصلا تمام انا بكتب وانا تمام ماشي لحظه معاكم السكرين واضحه صح؟ تمام كده السكرين وضحت المفروض. تمام يا باشمهندس. تمام، فاحنا قلنا في البي بي اي ده لو انا بتكلم برضه على السكرين بتاعتي الشاشه بتاعتي برضه لما اجي اشتريها بيبقى ليها حاجه اسمها بي بي اي، والبرنتر بتاعي لما بتطبع بتطبع بحاجه اسمها بي بي اي. كل اللي بتعمله بشوف انا عندي ده مثلا ورقه اي 4 تمام، انا بشوف الانش الواحد اللي فيه عندي فيه ايه في يعني كام بيكسل بتبقى موجوده. تمام، او كام ايه دوت، الدوت هي يعني بتنظر البيكسل. تمام، هي البرنتر بتاعتي سي مثلا بيبقى فيه نوزل كده هي الايه يعني بتطلع حبر منها. تمام، فانا بشوف الانش الواحد بتعرض ايه بتحط كام ايه بتحط كام دوت فيها او بتحط او بتعرض كام بيكسل لو كام على السكرين. تمام، فيعني هو الكونسبت خاص بالريزوليوشن ولكن الايه بالحاجه عليها. تمام، سواء كسكرين او كبرنتر. ما اعرفش دكتور قالت ايه تاني زياده عنها يعني كده، ما اعتقدش انها يعني هتتكلم عنها بالتفصيل يعني. صراحة معايا ولا ايه؟ هيتأكد المرة الجاية يا باشمهندس. انا يوسف انا حاسك انت يعني ماشي يا يوسف. ماشي ماشي خلاص يعني كده برضه انا ممكن اسال الدكتوره قالت ايه بالتفصيل على الموضوع ده، بس هو ده ايه ده الكونسبت ببساطه يعني، هو حوار الريزوليوشن بس علاقه بالايه بالحاجه اللي انت بتعرض عليها فقط لا غير يعني. فلو في حاجات بلس قالتها يعني ممكن نبقى برضه ان ايه وقت يعني المره الجايه. تمام، اي سؤال تاني يا شباب؟ الساعه 10:30 كفايه كفايه.
روح انا بقى اعرف عند الكليه بكره ولا لا. شكرا يا باشمهندس. ماشي، السلام عليكم.